بالجميع، أنا فايزة غلاب، أخصائية مختبرات طبية، وهذه قناتي على اليوتيوب، أقدم فيها شروحات في تخصص المختبرات الطبية. فإن كنت مشاهد جديد فلا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات، وإن كنت مشترك سابق فلا تنسى عمل إعجاب ومشاركة الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو سابق تحدثت عن أحد محركات البحث العلمي، وهو محرك البحث الباحث العلمي أو جوجل سكولر، وتحدثنا عن كيفية استخدام الميزات الموجودة فيه حتى تجعل عملية البحث أكثر دقة. يمكنكم مراجعة ذلك الفيديو عبر الرابط الظاهر أمامكم فيه على الشاشة. أما اليوم سوف نتعلم دلالة الرموز التي بتظهر تحت نتيجة البحث لما تبحث في الباحث العلمي جوجل سكولر، وكيف ممكن الاستفادة منها. بداية نذهب إلى الباحث العلمي جوجل سكولر ونكتب عنوان لأي بحث، مثلا Antibiotic Resistance Genes. مثلا نريد البحث يكون أكثر تخصصية، راح أختار منذ العام 2022. بهذا الشكل راح تظهر لنا مجموعة من المقالات. على سبيل المثال راح نأخذ هذا المقال لحتى نشرح عليه. مثلا هنا راح يعطيك اسم المقال أو عنوان المقالة، ثم بعد ذلك راح يعطيك معلومات عن دار النشر والأوثرز، وأيضا المجلة اللي تم فيها النشر إضافة إلى العام. فهنا مثلا إلسفير اللي هي يقصد فيه دار النشر، ثم بعد ذلك بيعطي أسماء الأوثرز اللي شاركوا في هذا المقال، ثم بعد ذلك الكيموسفير هذه يقصد فيها الجورنال أو المجلة اللي تم فيها النشر لهذا المقال، و2022 هو العام الذي تم فيه هذا النشر. من خلال هذه المعلومات تستطيع أنك تدخل على أي اسم من هؤلاء الأوثر، مثلا إذا ذكرت عليه رح يفتح لك قائمة فيها جميع الأعمال التي قام فيها هذا المؤلف، بالإضافة إلى معلومات عنه، إضافة إلى أيضا البريد الإلكتروني، ويعطيك أيضا كل مقالة وعدد الاقتباسات وأيضا السنة اللي تم فيها نشر هذا المقال. بإمكانك أيضا أنك تدخل على المؤلفون المشاركون، أيضا الأسماء الأشخاص اللي شاركوا هذا الباحث، تدخل على كل واحد وتلاقي أيضا كل التفاصيل بهذا الشكل. هناك ميزة جميلة في الباحث العلمي أنك بتفعل خيار المتابعة. إذا فعلت خيار المتابعة هذا يعني أنه أي مقال رح يتم نشره من قبل هذا المؤلف رح يصلك إشعار على بريدك الإلكتروني، وطبعا لابد أن يكون البريد الإلكتروني من نوع الجيميل. طيب نعود الآن إلى بقية التفاصيل. هنا بيعطيك ملخص بسيط يعطيك فكرة عن محتوى المقالة. طيب نأتي الآن إلى معنى الرموز الموجودة في الأسفل والتي تظهر لنا عند استخدام محرك البحث الباحث العلمي. أول رمز هو رمز النجمة. رمز النجمة معناته أنه رح تعمل حفظ لهذا المقال، مجرد ما تفعل هذا الرمز تعمل مثلا تم. بهذا الشكل أنت حفظت المقال، وتستطيع أنك تكرر العملية في أي مقال مثلا تقرأه وتلاقي أنه مثلا هذا المقال رح يفيدك أو له علاقة في البحث اللي أنت بتقوم فيه، تعمل له حفظ. طيب تحفظه لوين؟ هو رح يحفظه في ما يسمى بمكتبتي. مجرد ما تنقر على مكتبتي بتلاقي أنه حفظ لك هذا المقال في داخل المكتبة، بحيث أنه يتسنى لك أنك ترجع وتطلع على هذا المقال لاحقا مثلا، أو تقرأه بالتفصيل كما تحب. الخيار أو الرمز الثاني هو علامة الاقتباس. علامة الاقتباس مجرد الضغط عليها بيظهر لك إلى أي مكان أنت تريد أنك تعمل اقتباس لهذه المقالة وهذا المرجع. ومثلا هنا يظهر لنا أيقونة الإندنوت، وتحدثت في سلسلة كاملة عن كيفية استخدام برنامج الإندنوت وكيفية استيراد المراجع من داخل محركات البحث إلى داخل مكتبة الإندنوت. يمكنكم متابعة تلك السلسلة عبر الرابط الظاهر أمامكم أيضا في أعلى الشاشة. الرمز الثالث تم اقتباسها في عدد 15، هنا يقصد فيه أن هنالك 15 بحث استشهد بهذا المقال. هذا الخيار تستطيع أنه إذا نقرت عليه رح ينقلك إلى الأبحاث اللي استشهدت بهذا المقال، وممكن أنه من خلال هذا الخيار ممكن تلاقي أبحاث أخرى لها علاقة في موضوع البحث اللي أنت بتشتغل عليه. مقالات ذات الصلة يقصد فيها المقالات التي لها علاقة بهذا البحث أو مشابهة له، وطبعاً مش شرط أنها تكون لنفس المؤلف، بمعنى أنه ممكن تكون هنالك مقالات أخرى انعملت في هذا الجانب. مجرد أيضاً الضغط عليها بيظهر لك كل المقالات اللي انعملت مثلاً في هذا الجانب، وأيضاً هذه تعتبر بوابة أخرى تستطيع من خلالها أن تجد، ممكن تجد أبحاث أخرى لها علاقة في موضوع البحث اللي أنت بتشتغل عليه. الإصدارات الخمسة كلها يقصد فيه أنه هذا العمل أو المقال موجود في 5 إصدارات، أو تستطيع الوصول إليه عن طريق 5 مواقع، يعني مجرد الضغط عليه أيضاً رح يفتح لك الأماكن اللي من خلالها تستطيع الوصول إلى هذا المقال.
إذن بهذا الشكل نكون تعلمنا دلالة الرموز اللي بتظهر لنا عند استخدام محرك البحث الباحث العلمي، وكيف ممكن إنك تستفيد منها. بذلك نصل إلى نهاية هذا الفيديو، ألتقيكم إن شاء الله في سلسلة معلومة على الطائر الجزء الثاني. راح تكون هذه السلسلة مخصصة لفيديوهات قصيرة ستكون خلال شهر رمضان الفضيل وإجازة عيد الفطر المبارك. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.